بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور غزوان جبار محمد، مدرس مادة الرأي العام في قسم الإعلام كلية الآداب الجامعة المستنصرية. حقيقة مادة الرأي العام لا تقل أهمية عن باقي مواد الإعلام في اللي تم تدريسها في قسم الإعلام. علاقة الرأي العام بالإعلام علاقة وطيدة، وما يختلف اثنان على هذا الشيء. لما للرأي العام من أهمية في ظل الظروف الحالية اللي يشهدها العراق وتشهدها المنطقة العربية والعالم بأسره. ما يختلف اثنان على أن علاقة الرأي العام والرأي العام علاقة وثيقة. فكلما تقدم الإعلام، كلما تمت صياغة الرسالة الإعلامية بصيغة صحيحة، كلما زاد تأثيرها في الرأي العام. وفي المقابل كلما تمت تنشئة المجتمع وتم توعيته بالوضع السياسي اللي يعيش به، كل ما زاد تأثير الرأي العام. إذن الرأي العام هو الرأي طبعا اللي يسود أغلبية شعوب العالم الواعية المثقفة. لذلك يتم تدريس طلبة الإعلام مادة الرأي العام لتوعيتهم بأهمية الرأي في مجتمعاتهم، ويدركون أن كل ما يمارس أو أغلب ما يمارس في الإعلام هو يأتي في نطاق، يدخل في ضمن نطاق الدعاية، لكن ما يتعلق بالرأي العام هو نبض الشارع أو رأي الشعب أو اللي يعبر عن الشعب، اللي يعبر عن الحالة الاجتماعية أو الحالة السياسية اللي يعيش بها. لذلك أغلب دول العالم تنطي أهمية إلى الرأي العام. دول العالم المتقدم، يعني كل تقدم اللي تشهد هاي الدول يأتي نتيجة لاهتمامها بالرأي العام. لذلك توعي أهمية الرأي العام وتجري دراسات مستمرة لكل قرار سياسي أو قرار اقتصادي أو ما شابه من قرارات قبل أن تصدرها. يعني تقيس نبض يتم جس نبض الشارع في تلك البلدان قبل إصدار قرارات لمعرفة ماذا كانت تلك القرارات ستلاقي ترحيبا أم ستلاقي معارضة من الشارع العراقي، من الشارع من يعني من المجتمع اللي يعيش ضمن تلك البلدان. في الحقيقة ومع أن احنا نفتقر الكثير من هاي الدراسات اللي هي دراسات استطلاع الرأي أو دراسات اللي يتم فيها قياس الرأي العام، نفتقر احنا كثير من هاي الدراسات. في المرحلة الحالية احنا كطلبة، العفو، كأساتذة جامعات ندرس طلبتنا في قسم الإعلام على مادة الرأي العام، ونوصلهم حتى إلى مرحلة قياس الرأي العام، آلية قياس الرأي العام. ذلك من أجل توعيتهم بأهمية هذه المادة اللي راح حتى بالمستقبل يتم تخريج صحفيين قادرين على العمل في المؤسسات الصحفية. أغلب البلدان بصراحة أدركت هاي الأهمية ووعت يعني حاولت متوعي مجتمعاتها وتم تنشئتهم سياسيا من خلال دمج المجتمعات مع في دمج المجتمع في العملية السياسية، اللي حتى لا يكون تنافر وحتى لا يعيش المجتمع في وادي والسياسيين في وادي آخر. لذلك أغلب البلدان اهتمت بهذا الباب وانطته مجال، انطته الأولوية بصراحة، انطته الأولوية لغاية الآن. ما احنا مو القسم الوحيد طبعا اللي يدرس مادة الرأي العام. مادة الرأي العام تدرس أيضا في العلوم السياسية اللي هي احدى الجامعة. العلوم السياسية أيضا ندرس مادة الرأي العام وعدها ذوي اختصاص، لكن احنا ندرس الطلبة فيما يتعلق فيما يرتبط بالجانب الإعلامي، انه شنو دور الإعلام في تشكيل الرأي العام، وما هو خصوصا طبعا التلفزيون العصر الحالي يشهد فضائيات كثيرة. التلفزيون له دور كبير في تشكيل الرأي العام بنسبة كبيرة قد تصل إلى يعني ما نقدر نقدر مستوياتها، لأن يعني بصراحة كل يوم تظهر فيه قناة فضائية يزيد تشكيل الرأي العام بشكل أكبر، يعني أكثر من 50 أو قد تصل نسبة إلى 60% من الرأي العام تشكله الفضائيات اللي تبث بشكل واسع على مدى 24 ساعة.
وما ذلك من هذه الفضائيات اللي قسم منها متخصص في مجالات سياسية، قسم منها في مجالات يعني بمختلف الاختصاصات في شتى المجالات. لذلك لا بد أن تعي المؤسسات أو مؤسسات التنشئة دور الإعلام في تشكيل الرأي العام، وتحاول تحصن المجتمع من أن ينصاع وراء أكاذيب أو وراء إشاعات أو دعايات قد تضر بالمجتمعات. في الختام أشكر متابعتكم، وننتقل إلى محاضرة أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا.